السلام عليكم، رجعت لكم فيديو جديد. راح اشوفكم شنو اشتريت من نبات جديد، اللي هو هذا زنبق الماء او ووتر ليلي او ووتر لوتوس، اللي هو هذا اوراقه صغيره. هذا ان شاء الله خليه بحواضه يعني بالمستقبل، يعني بهالاحواض. وشوفكم طريقة العناية بهذا النبات وطريقة زراعته، وهاي الأحواض مالتي هن اللي قديمات، لأني ثلاث أحواض جديدة سويت. طبعا عندي بعد من هنا هواية ذني، بس حاليا فارغات، يعني سويت هن جديد للنبات. الحوض المولي والبلاتي، هذا الامازون فروكبت النبات الطايف، هاي الاسماك. بصراحة اني جدا معجب بهذا النبات اللي هو زنبق الماء او ووتر ليلي او اللوتس، كلش معجب به، يعني من ناحية انه يقاوم ويا الاسماك، يعني حتى ويا الجولد فيش يرهم ويا الاسماك الولودة، وينطي اكسجين وممكن يزهر، يعني يطلع ازهار بالمستقبل من فصل الربيع لحد فصل الخريف ممكن يطلع ازهار. هالنبات هو من اقدم النباتات الموجودة على كوكب الارض، عمره اكثر من 100 مليون سنة، ومن اقدم النباتات اللي يطلع زهور يعني ازهار. الحمد لله صار عندنا هواية انواع من النباتات، تقريبا اكتفيت بالنبات الطايف، يعني انواع من العدس الماء، انواع من خس الماء، انواع من هذا الفروكبت، انواع من سالفينيا، انواع كثيرة يعني. وبالاضافة لهذا اللي هو زنبق الماء يعتبر نبات طايف، لان ورقته حتى تحصل انارة تصعد للسطح الحوض ويصير بهالشكل اللي هو الزنابق ذني. عندي 11 حوض من ذني الاحواض، شلون ذني عندي 12 واحد ونعدين ذني عندي 11 حاليا، بس ثلاثة الباحة غسلتهن وترستهن مي وزرعت النبات بيهن، بعد عندي يعني 8 فارغات. بهذا الحوض ضفت سندانتين جديدات، اللي هن ذني هو قلاص، هذا مال مي اللي اشوف لكم اياه، قلاص مال مي حطيت بيه جرش وزرعت بيه هاي، كان عندي زايدات يعني نباتات حتى طايفة، يعني شلون فلتت من القاع. وهاي النبات هم نوع جديد انطاني اياه اللي اشتريت من عنده لوتوس، رحم الله والدي مشكور على الهدية، اللي هو يوسف انجل، عنده صفحة على التيك توك وعلى الفيسبوك، اللي هو باع لي هذا النبات اللوتس، وهم ما قصر يعني انطاني نباتات كبيرة اوراق كبيرة ودز لي انا بصحة جيدة، ونصحني علمني يعني عن نبات اللوتس، لان انا هم حالي من حالكم، يعني شلون اقول لكم، بس شايف على اليوتيوب اسمع معلومات ما مطبق يعني ولا مجرب يعني. فالولد عنده تجارب يعني عن النبات هذا ويعرف يعتني بي، نصحني شلون ازرعهن وانا طبقت التعليمات مالته. طبعا احب اشكر كل الاشخاص اللي يساعدوني سواء بالتعليقات مال اليوتيوب او بالفيسبوك او راسلوني على الخاص او شافوا الفيديو يعني مالتي وانطوا رايهم او شجعوني على الاستمرار، يعني هم يرجعون يشوفون فيديوهاتي، كلهم احب اشكرهم، لان بصراحة انا استفاديت منهم هواية، واكو هواية ناس يعني شجعتني على الاستمرار بالفيديوهات، يعني انا كل فترة اقول مثلا هذا بعد ما انشر لو شي لو اتعاجز، يعني حتى اليوم يعني انا اقول لكم يا اريد اسوي فيديو قصير يعني كلش مو طويل، وبعدي ما مكمل شغله، يعني انا عندي شغل بالمنظومة هاي مال تصريف
أجلتها يعني، بس حبيت أشوف كون النبات. يعني باليوم أقدر أشتغل بس شغلة واحدة يعني، أو بين يوم ويوم أقدر أشتغل شغلة واحدة للأحواض. يعني التهيت بالفيديو السابق إذا شفته، كان الأسماك بيهن مرض الخطاف. وهالفيديو هاي بس الباحة جل نبات اللوتس وزرعته، اليوم حبيت أشوف لكم إياه. ويا دوب شوية هاي دا اعوض ميهن، مثلا ازرع الشتلة ازرع هاي. حاليا بس هذا الطشت اللي هو مكان التصريف، يعني المي الزايد اذا اترس الاحواض يجي هنا. النبات يحتاج لعناية شوية وتقليم، هذا النبات هم يحتاج لعناية. طبعا القاع هم مو نظيف كلش، هم يحتاج لعناية. يعني يحتاج شوية اسحب الاوساخ اللي بالقاع، بس الحمد لله الاحواض مستقرة، الاسماك مستقرة، ما عدا الحوض اللي بنوع من القوبي ذاك البلاتينيوم اللي تمرضني، يعني صارت فيني شوية هلاكات. هذا حوض القوبي البلاتينيوم، طبعا هم لقيت بعد افراخ يعني بيهن، ولقيت هلاكات يعني شلتهن. اسماك ميتة تقريبا 4 اسماك ذكر و3 اناث، يعني من ذن الاميات اللي هن خشنات. يعني يمكن ما تحملن كمية الملح اللي حطيتها. حتى هنا اكو النبات هذا ملح بعد ما ذايب. فالحمد لله يعني بقى ذني العدد هذا. سمدا اشوف انا اكو حشرة عليهم مال خطاف، بس لازم اراقبهن واظل ابدل لهن مي، ويعني مشون مدور مي واعتني بصحتهن. يعني هن قلن الاسماك، يعني انا ما بدي انقرضن هالنوع. حتى استمر بتنزيل الفيديوهات والفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، اريد من الكل تنطي لايك للفيديو وتشترك بالقناة للي ما مشتركين بالقناة. ورحم الله والديكم. هسه اجى وقت الاكل، نعطيهن اكل ورقي. هاي اسماك، كان الحوض مليون قوبي، يعني هو بالاساس كان مال قوبي. وكليت كم سمكة مولي، يعني يمكن زوج واحد او تك، يعني جوز هيج يعني، بس انه شو تكاثرن كلش. والقوبي بالحرارة، موجة الحرارة اللي جت بداية الشهر السابع القوبي ماتن، بقن المولي وما شاء الله تكاثرن بغزارة. حاليا دانطين هذا هيج وجبة خفيفة، اكل ورقي. يعني عندي كبار وصغار يعني اسماك هنا، هذا الحوض مليان افراخ. القاع يحتاج لصيانة، قاع الحوض بأوساخ، بس المولي ما يهتم يعني، وحتى القوبي ما يهتم إذا درجة الحرارة عندك زينة والدورة البيولوجية مضبوطة. هاي نوع ثاني من المولي، هاي هنا المولي والبلاتي. انطي اكل للاسماك قليل حتى لا يتوسخ الحوض كلش، يعني ابقى محافظ على نظافة الحوض افضل. هالحوض راح استخدم هاي الحلقة مال الاكل، انه اقليهن الاكل بالحلقة. تشوف رد فعلهن الاسماك، مو معرف دي يركضون هنا، دي يركضون ورا فرخ، دي يركضون على اكل، صح دي يركضون ورا فرخ، ما
مع العلم الحوض هو مليان أفراخ، يعني شلون أقولكم كل الخاتلات بالنبات. هسه لو وصلت لهي الفكرة إنه أكو أكل بالحوض، الحوض الثاني بقيت الأحواض، وهذا النبات الجديد اخوان خلال دقيقة تقريبا مو اكثر، يعني هذا اللي بعدين دي اكل نفسه حطيت الاكل، لاني خلال دقيقة خلصان الاكل كله. ممكن اقدر اطيهم بعد وممكن اعوفهم بدون اكل، يعني بعد ما يحتاج اطي حتى نحافظ على نظافة الحوض، يعني لان انا مدى اقدر اسحب القاع هنا بسبب النباتات السنادين هاي اللي حطيتها، كمية كبيرة من النباتات حطيتها في الحوض وهو دا يتقاطع منهم ما شاء الله. طبعا هذا نبات زنبق الماء، هذا مكانه مؤقت حاليا، شلون اقولكم انه هاي صح 3 احواض انا سويتهم قدام ذني، وبعد ممكن اسوي احواض يعني بالمستقبل، بس هو النبات مكانه مؤقت، هو مزروع داخل سندانة او داخل علبة، يعني داخل الماء اللي هي مثلا هاي. هسه هاي سطلة مال لبن، سطلة مال لبن، هاي السطلة مال لبن بس تشيلها تخليها مثلا بهالحوض، يعني صار النبات هنا، فكل السهل يعني تنقله، بس تشيل السندانة او السطلة او العلبة. هاي هنا حافظة بلاستيك مربعة هاي او مستطيلة، بس تشيلها تخليها بهالحوض صار النبات هنا عندك. يعني ان شاء الله شوف صار عندي هذا النبات لوتس، يعني كمية قليلة يعتبر، اشتريت نبتات صغار بالمستقبل اشوفكم فيديو الهن شلون ازرعهن، لان انا ما شوفت لكم طريقة الزراعة. شوفوا هاي نبتة، هي هاي نفس تصير هاي الأوراقها هيك، بس تحتاج وقت طبعا. سنطيت أكل للأسماك، شوفتكم نبات الزنبق الماء، المنظومة مال التصريف او مال التصفية ما راح اشتغل بيها اليوم، بس انا هواي جتني يعني افكار عنها، ولد نصحني انه عندي واحد من هذا زايد، يعني حوض، يعني بدل ما يصير 12 حوض اضيف بعد حوض بالنهاية او مكان بعيد، يصير رقم 13 هو الفلتر، الحوض رقم 13 الفلتر، وهم حجمه بقدهن، يعني مي ما يطلع من عندهن، يعني هنا كلهم نفس المستوى، وهم يشيل قدر كافي يعني من الميديا من الاحجار والديباج. الى هنا وينتهي الفيديو، اتمنى لكم مشاهدة ممتعة.